ومن السلوكيات الخاطئة في رمضان الفتور عن العبادة والطاعة في العشر الأواخر. يبدأ بعض الناس جاداً في الطاعات عند استقبال هذا الشهر الكريم، لكنه سرعان ما يفتر بعد ذلك فيضيع منه أشرف الأوقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله طلبا لليلة القدر في هذه الليالي المباركة، ولذا كان يعتكف في الليالي العشر الأواخر كما هو ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المسلمين جعلوا هذه الأيام لشراء الحاجات والاستعداد ليوم العيد فانشغلوا عنها، فضيعوا على أنفسهم الأوقات المباركة وحرموا أنفسهم من أشرف الليالي التي تنزل فيها الرحمات. إياك أخي المسلم والفتور عن العبادة والطاعة في العشر الأواخر. ومن السلوكيات الخاطئة الإسراف في المأكولات والمشروبات، فإن ذلك يذهب بالصيام عن غايته التي شرع لأجلها، هذا فضلاً عما في الشبع من كسل وخمول عن الواجبات. وفي الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ختاما أخي الصائم أختي الصائمة، أن شهر رمضان فرصة عظيمة لهجر المعاصي والمنكرات، وفرصة كبيرة للندم والتوبة والإقلاع عن السيئات والتزود من الطاعات. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نتابع وإياكم هذه السلوكيات الخاطئة في المرة القادمة بإذن الله.